مشاهدو العربية والحدث أينما كنتم أهلا بكم. شارفت العملية السياسية في السودان من الوصول إلى نهايتها بتوقيع اتفاق مطلع إبريل المقبل، ثم التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من ذات الشهر، لتختتم العملية السياسية بإعلان رئيس الوزراء وهياكل السلطة الانتقالية في الحادي عشر من ذات الشهر أيضا. نقف على تفاصيل هذه العملية السياسية مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان وعضو الآلية الثلاثية السيد فولكر بيرتس. مرحبا بك مجددا على العربية والحدث. أهلا فيك يا لينا. سيتم التوقيع على اتفاق سياسي مطلع إبريل من خلال احتكاكك بمختلف الأطراف، هل سيصمد هذا الاتفاق؟ أول شيء أنا بتأكد أنه ممكن، أننا نصل لهذا التاريخ وأنه سيتم التوقيع على الاتفاق. طبعا نعرف أنه التواريخ ليست مقدسة تماما في السودان وفي غير بلدان، ولكن بتأكد أنه الوصول إلى هذا الهدف ممكن. فإذا صار في اتفاق بشمولية كافية، يعني مع الكتلة الحرجة من العسكريين والمدنيين، فبتأكد أنه الاتفاق سيصمد، لأنه السودان لا يتاك غيره. يعني شفنا سنة ونص تقريبا بدون أي اتفاق سياسي، وشفنا لأين هذا الوضع قادنا. فلذلك بتأكد أكثرية المجتمع وراء هكذا اتفاق. هل ترى أن هذه العملية السياسية أقرب لأن تكون مثالية، أو أنها الآن أفضل ما يمكن أن تصل إليه؟ ولا، ليس في شيء مثالي بالعالم، وخاصة بعالم السياسة. خلينا نقول أنه السياسة كمان مدرسة الواقعية، فالمهم أنه الأطراف الرئيسية كانت مستعدة لتنازلات كي يصلوا إلى اتفاق معقول مترف عليه محليا وإقليميا ودوليا، ويسمح بإيادة الحياة الاقتصادية بشكل جيد من خلال الارتباطات الإقليمية والدولية، يسمح بإيادة العلاقات الخارجية بالمساعدات الخارجية، وطبعا يعني بتركيز الناس السياسيين وقادة العسكريين على أمور أهم من الصراعات السياسية. ما هو السيناريو الآن المتوقع من وجهة نظرك بعد توقيع هذا الاتفاق، في ظل رفض كتل رئيسية مثل الكتلة الديمقراطية، تحالف الجذريين، تنسيقيات لجان المقاومة لهذا الاتفاق؟ أنا لاحظت الآن متفائل أنه كل الكتل الفائلة ستشارك بنهاية في الاتفاق أو في المفاوضات التي ستجري بعد الاتفاق، لأنهم أصحاب مصلحة، يعني مثل غيرهم stake holders كما نقول بالإنجليزي، ترجموا بأصحاب مصلحة. سيد فولكر، لماذا لم تحاول إقناع المجلس المركزي للحرية والتغيير بأن يقبل الكتلة الديمقراطية ككل دون استثناءات؟ يعني أم أنك ربما توافق بوجهة النظر أنه قد يحدث إغراق للعملية السياسية؟ هذه المسألة تتطلب شوية من المرونة من كل الجوانب. فطبعا ليس المسألة هي كتلة تقبل بكتلة ثانية، لأنه أصلاً إذا إجت الكتل مع كل الأحزاب اللي عندهم، وأحياناً يعني بتقولوا عندنا 40 أو 50 أو 100 حزب، هذا بتصير عملية غير واقعية. ولكن صح، وإحنا نقول يعني للسياسيين المدنيين والعسكريين أنه خلي يعني كل كتلة تحدد من سيمثلهم، لأنه يعني نعرف أنه في داخل الكتل يعني في فوارق يعني بالمضمون، أحسن إذا الأحزاب المهمة يعني فعلا يعني تمثلها. عقدت ورشة لشرق السودان، نعم، لم تشارك فيها القوى الفاعلة. الآن هناك أنباء تتحدث أنه ربما يتم إغلاق الشرق مجدداً بعد توقيع الاتفاق، في رأيك هل هذا ملمح لفشل
الاتفاق؟ أول شيء لازم بيقولك يعني بالعكس يعني القوى الفاعلة من الشرق كلها شاركت، حتى القوى التي قالت وأعلنت أنها لن تشارك يعني كانت موجودة يعني بممثلين يعني مش ممثلين مشهورين يعني مع وجوه يعني معروفة يعني بالتلفزيون، ولكن كانت موجودين يعني حتى في لجنة سيارة التوصيات. هل شارك المجلس الأعلى للنظارات البيجا في هذه الورشة؟ هريا في مناقشات يعني عم تجري لحتى الآن يعني بين الناز التريك وجماعته وجماعة تانية من مجلس البيجا حول تمثيل هذه المجموعة المهمة يعني هذه حول أصحاب المصلحة في لجنة سيارة نهائية لاتفاق سياسي وفي الورشة والحضانة التي بنهاية ستقرر من هو رئيس الدولة ومن هو رئيس مجلس الوزراء. إذن البيانات التي كانت تتحدث من قبلهم أنهم لم يشاركوا ولن يشاركوا غير دقيقة؟ خلينا نقول، لأنني لا أحكي يعني عن أطراف معينة، خلينا نقول أنه بالسياسة في كل الدول وحتى في سياسة السودان مش كل ما يقال يكون دقيق جدا. نسب إليك في حديث سابق في نيويورك أن خلافات القياديان جبريل إبراهيم وميني مناوي تتعلق بضمان بقائهما في السلطة، إن كان هذا الحديث صحيح لماذا التمسك بأحزاب ترغب فقط في السلطة؟ لو قلته مثل ما أنت قلته فغير دقيق، ولكن يعني كلماتي كانت يعني مختلفة شوي. ليس هناك خلاف كبير حول مضمون، لأنه اتفقوا على إعلان سياسي كتلة ديمقراطية والموقعين المدنيين على اتفاق الإتاري، وهذا الإعلان السياسي موجود، فوقعوا عليه يعني بالأحرف الأولى جنرال برهان والجنرال حميتي يعني موجود، فأساس من أسس المناقشات حول الاتفاق السياسي النهائي. ولكن هم، فهذا ما فهمته من كلهم، هذا هم عندهم مشكلة بالتمثيل في كل هذه العملية، في عملية السياسية وفي الهياكل المنشودة أو المستقبلية للسلطة. أنا ما حكيت عن المناسب يعني، ولكن في كثير من القوى تحكي عن المناسب صح. يعني من خلال لقاءاتك واتصالاتك مع المانحين، هل يمكن أن يتم تقديم الدعم المالي للسودان مباشرة بعد توقيع الاتفاق، أم ستكون هناك شروط جديدة لتقديم هذا الدعم؟ أنا واثق جدا أنه الدول المانحة وما يسمى بالدول المانحة ستكون مستعدة لدعم قوي وملموس للسودان بحكومة مدنية قادمة. فإذا كانت هناك شروط، فأنا بصفتي ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة سأكون ضد هكذا الشروط. يعني بدنا تنسيق الأولويات، يعني ما بدنا الدفع لإشي ثانوية، وما بدنا أنه كل دولة يجي مع شيء خاص له يمكن ما بناسب يعني ما بناسب الوضع الحالي بالسودان. ولكن أنا واثق يعني من استعداد هذه الدول لدعم دون شروط، ولكن على قواعد ثابتة أنه طبعا الأموال التي تجي ستنفق بشكل عقلاني. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا أن اجتماعات المجلس المركزي للحرية والتغيير والقوى الموقعة للاتفاق الإطاري شهدت تباينات كبيرة فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء. أنتم كآلية ثلاثية، يعني هل يمكن أن تقوموا بتسهيل مثلا توافق الأطراف؟ هل ترى أن رئيس الوزراء من الأفضل أن يكون حزبي أم غير حزبي؟ أنا لن أجاوب على هذا السؤال، لأنه فعلا يعني قررنا يعني كآلية ثلاثية أننا نأخذ بعد عن هذه المسألة.
لأنه إذا كلنا إحنا أنه فلان فلان أو فلانة فلان يعني يمكن سالح أو سالحة لهذا المنصب، فإذا هو أو هي بنهاية يعني تأخذ هذا المنصب أو يأخذ هذا المنصب، فسيقولون أنه هي أو هو مرشح لفولكر أو مرشح للآلية الثلاثية، فهذا لن يكون جيد لهذا الشخص. اختيار رئيس وزراء أو رئيسة وزراء حتى إذا كان رجل أو امرأة، ويا ريت تكون امرأة، ولكن يعني أنا ما أؤلك على هذا، ما أؤلك على صفاته. الموقعين المدنيين هذا ما بعرفه، اتفقوا مع بعضهم لبعض وما كان في حاجة لأي تدخل منا، اتفقوا على معايير معينة، وأنا بعتقد أنه هذه المعايير عقلانية، يعني معايير موضوعية لاختيار رئيس أو رئيسة وزراء. لكن هذه المعايير أن يكون من قوة الثورة، وهذا يشمل حزبي وغير حزبي وغيره، لكن هذه هي المعضلة الآن. ألا تعتقد يعني أن رئيس وزراء حزبي يمكن أن يعيد مبدأ المحاصصات مرة أخرى لحكومة أيضا انتقالية؟ يعني سؤالك جيد ولكن لن أجاوب عليها. يعني هذا فعلا اختيار وخيار للسودانيين. دعنا نتحدث سيد فولكر إذن عن موضوع آخر، التوترات التي حدثت بين الجيش والدعم السريع، وطبعا أنت تابعتها في الأسابيع الأخيرة. أولا، هل ساهمت مع آخرين في تهدئة الأوضاع بين الطرفين؟ يعني إحنا كنا قلقون، يعني لما شفنا ولاحظنا هذه التوترات، فطبعا كنا ننادي الطرفين على خفض التوتر، وحكينا مع الطرفين، يعني حتى شخصيا حكيت مع الطرفين، ولكن بنهاية بتأكد أنه الطرفين أنفسهم بيعرفوا يدركوا خطورة الوضع. عقدت ورشة الإصلاح الأمني وطبعا ستكون مستمرة لأيام. هناك قضية جوهرية، الإصلاح الأمني والعسكري. الجيش يرى ضرورة دمج الدعم السريع داخل الجيش أولا، الدعم السريع يرى ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، ومن ثم بدء عملية الإدماج. أنت كيف ترى ذلك؟ والله الشيئين مهمين وضرورين، يعني أنه الدمج والإصلاح ليست يعني عمليتين منفصلتين، هم يعني مثل جانبين لعملة واحدة أو لجزء من النقط يعني واحد، فلازم يجب أن تكون مرتبطتين، فيبدأوا مع بعض. يعني أنت تبدأ يمكن يعني بخطوات صغيرة ولكن ملموسة في العمليتين، يعني في إنشاء لجنة لدراسة الوضع الأمني كخطوة أولى للإصلاح الأمني. يعني ما يحتاج إليه السودان من قوى عسكرية مثلا، يعني هذا قد يقود إلى ما يسمى بالوايت بوك، يعني بالكتاب الأبيض، يعني بدراسة الشعب. بنفس الوقت تبدأ بخطوات أولى لتوحيد القيادة يعني بين الدعم السريع والجيش. ولكن العملية، يعني عملية دمج لقوة كبيرة نسبيا يعني إلى الجيش، يعني يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى أكثر من 5 سنوات، مش 20 ولكن يمكن أكثر من 5. فكمان الإصلاح لمؤسسة كبيرة، مؤسسة عسكرية، يعني يحتاج إلى أكثر من 5-6 سنوات. فالمهم أنه العمليتين تبدأ في المرحلة الانتقالية، في بعض الخطوات الملموسة تجري من خلال الأشهر الأولى ومن خلال السنتين، وبعدين ستستمران يعني بعد الانتخابات وبعد الفترة الانتقالية. دعنا نتحدث عن عائق آخر يتمثل بأن الجيش يرى ضرورة أن يتم دمج شركات واستثمارات الدعم السريع داخل الجيش حتى يتم الصرف على الجنود في الوقت الذي يرى فيه قادة الدعم السريع أن هذه الشركات شركات خاصة ملكهم. هذا التعقيد كيف يمكن أن يعالج؟ أنا بتأكد أنه حلول موجودة لهذه المسألة،
فإذا كان في غموض حول مسألة ما هو خاص وما هو ملك لقوة نظامية، فهذا دليل على مشكلة. يعني إذا كان هكذا غموض بين الخاص والعام فلازم يجب أن ينحل، فيجب أن يقرر ويحدد ما هو ملك خاص وما هو ملك عام. ألا قضايا هذه معقدة، هل ترى أن الحل أقرب أم المواجهة أقرب؟ الحل أقرب بكثير. المواجهة طبعا سيناريو، ولكن مش أرجح السيناريوهات. الآن هذه العملية السياسية شارفت على الانتهاء، يتوقع بحسب الجداول المعلنة أن يتم إعلان رئيس الوزراء في 11 حتى إن تأخر الأمر. هل أنت راضي إلى ما وصلت إليه الآن هذه العملية السياسية بهذه الطريقة، بهذا الرفض الموجود من قبل أحزاب وقوى سياسية ولجان مقاومة، وربما بالتباينات الآن الموجودة حتى داخل القوى الموقعة للاتفاق الإطاري؟ هذا المشهد هل أنت راضي عنه؟ هل متفائل به؟ أنا ما زلت متفائلاً. فالتباينات شيء طبيعي في هكذا عملي. أكيد يعني في أسباب مصلحة بمصالح مختلفة. يعني بنهاية ما هتكون هناك يعني اتفاق بمية بالمية أو توافق مية بالمية. هتكون هناك كتلة حرجة إن شاء الله تكون كبيرة وملموسة. البعض يعتبر عفوا لمقاطعة أن هذا التوافق بنسبة 50%. لا، يكون أكثر من 50%. يكون أكثر من 50% إذا بدك يعني كتلة حرجة فعلا. فيعني الحديث عن لجان المقاومة مثلا، يعني إحنا نعرف أنه في لجان متعددة الألوان يعني والأشكال، فأكتريتهم يعني هم حركات شباب ثورية وسياسية أو مسيسة. فشفنا من خلال هذه المؤتمرات أنه في هناك شباب كتار بيجوا لهذه الورشات ومؤتمرات، فتحافظ على الشعار لا تفاوض بالنسبة لهم، يعني لا يريدون أن يفاوضوا مع العسكر. ولكن بنفس الوقت كتير منهم، مش الكل، يعني بعرف مش الكل، كثير منهم يقولون يعني إذا هذه العملية أدت إلى إيادة حكومة مدنية أو إلى حكومة مدنية جديدة، فالحال يكون أحسن من الوضع الحالي. ولذلك يعني حتى لو إحنا يعني ما بدنا نفاوض مع الأسكار، يعني نرحب أو نقبل على الأقل أن غيرنا يفاوضون وإن شاء الله يحصلوا على حكم مدني. عودة الإسلاميين إلى المشهد هل واردة؟ عودة الإسلاميين إلى المشهد وارد وإلى حد ما طبيعي. أنا أفهم أنه أكتريتهم يحضرون أنفسهم لانتخابات مقبلة وهذا حقهم. سيد فولكر بيرتس رئيس البعثة الأممية، شكرا على هذه الإفادات التي قدمتها إلينا. شكرا لك. والشكر يمتد لكم مشاهدينا. إلى اللقاء.